نبيل، بداية توقعات صندوق النقد الدولي كانت إيجابية بانتعاش الاقتصاد العراقي وانخفاض مستوى التضخم، على ماذا اعتمد؟ ما هي المعايير التي اعتمد عليها بقراءة هذه المؤشرات وأيضا قراءتكم كخبراء اقتصاديين للوضع الاقتصادي العراقي؟ تفضل. صندوق النقد أو أي مؤسسة أو منظمة دولية مهتمة بالقضية الاقتصاد دائما تنظر للاقتصاد الكلي. إجت إيراداتها عالية، تقول هذه الإيرادات العالية حققت نمو، مؤشرات النمو تقول يابا بتقريرها كذا نمو. احنا بالعراق يتحدث عن قضية النفط، 3 سنوات تقريبا الأسعار النفطية مرتفعة، انعكاس هذا الأسعار النفطية المرتفعة على الاقتصاد كانت إيجابية، شكلت نمو عالي جدا، وخصوصا من حسب انه هو العراق بلد معتمد بشكل رئيسي يعني النفط، على النفط، فارتفاع النفط راح يبين عنده بنسبه مئويه عاليه. فهذا خلال 3 سنوات، مو وليد هاي اللحظه، خلال 3 سنوات من بدات ترتفع الاسعار النفطيه، يعني منذ 2021 بدات ترتفع، تحسنت الامور الماليه للعراق وبدات مؤشرات النمو تظهر عندك. لكن هو صندوق النقد ايضا حكى عن قضيه مهمه وتقييم مهم، هو يتعلق يعني بقضيه السيطره على التضخم. هذا الكلام موجه للبنك المركزي تقريبا. البنك المركزي سياستين صارت خلال هالفترة، سياسة تضخمية وسياسة محاولة تخفض التضخم. سياسة تضخمية اللي السياسة اللي بدت من 2020 2021 2022، ما بعدها 2023 وهاي 2024 هي سياسة امتصاص التضخم، وهذا شيء ينحسب للبنك المركزي، هذا احنا راضين عنه. لكن النمو مو فضل احد، لا فضل الحكومة السودانية ولا فضل الحكومة الغيرها، معتمد بشكل رئيسي على اسعار النفط. لكن سيطر على التضخم بنقدر نعترف بهذا الفضل على الاقل لسياسه البنك المركزي الجديده، السياسه الجديده للبنك المركزي في ظل هذه الحكومه في ظل هذه الحكومه الاخيره.